وينضم معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من دبي الإعلامي عبد الله المطوع. سيد المطوع، وزراء الإعلام العرب ناقشوا مساء أمس في القاهرة وضع قناة الجزيرة ودورها التحريضي وتمثيلها لوجهة النظر القطرية الرسمية، بينما مندوب قطر قال إنها تقول الحقيقة. أنت سيد المطوع كإعلامي، كيف تقرأ ذلك؟ بداية مساء الخير وجميع مشاهدين قناتكم الكريمة بكل خير. حقيقة بالأمس كانت هناك صفعة وصفعة عربية للإعلام القطري في اجتماع وزراء الإعلام العرب في العاصمة المصرية القاهرة. أعتقد كان واضحا من خلال هذا الاجتماع رد وتصريحات وزراء الإعلام العرب واتفاق ما بينهم أن قناة الجزيرة والإعلام القطري الكاذب تجاوز التحريض الإعلامي، حتى أصبح اليوم هو في مرحلة العداء والعنف وما بين الدول المنطقة، وأصبح يستخدم شعارا تحت مظلة حرية التعبير، ولكن في الحقيقة هو يعمل لشعار آخر في عملية الترويج للخطاب المتطرف والإرهابي في المنطقة. نعم. أخي العزيز، يعني أنا أتحدث معكم عبر الهاتف، ولكني سمعت قبل قليل بعض التصريحات التي أدليتم بها من الإعلام القطري وتحديدا الجزيرة. نعم. أقف عند تصريحات وزير الإعلام البحريني حين أشار إلى أن قطر وتحديدا قناة الجزيرة تعمل على ترويج الخطاب الإرهابي والمتطرف. أقف هنا وأتحدث عن خطابات جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة الإرهابية في أفغانستان، كانت تروج عبر قناة ومنبر الجزيرة. لو أعود معكم ومع المشاهدين الكرام، لو تسمح لي بس، فضل. إلى قبل 24 ساعة، أرأيتم في حياة الإعلام العربي والدولي مؤتمر بحجم وزير الخارجية الأمريكي في قطر قبل يومين؟ تقف فقط قناة الجزيرة وقناة قطر في تغطية هذا المؤتمر. أين حرية الإعلام؟ أين حرية الإعلام بحجم دولة عظمى مثل أمريكا تحرم منها وسائل الإعلام الدولية والإعلام الحر بحضوره؟ هناك كانت توجيهات واضحة بعدم دعوة هؤلاء الإعلاميين. ماذا تخفي قطر؟ من ماذا تخاف قطر؟ أصبح منبر اليوم الذي نشاهده من كذب وافتراء لقناة الجزيرة في تصريحات الشبه يومية وبين حين وآخر على دول المنطقة، إن كانت في البحرين وهي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية، في المملكة العربية السعودية تريد قلب النظام، أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نحن تمام. نرى أخ عبد الله، الآن يعني دعنا نتحدث في سياق ما ذكرتها أنت، يعني البحرين كما هي الإمارات وغيرها أيضا من الدول العربية من المتضررين جدا من الإعلام المغرض وأيضا انتشار الفضائيات التي لا تلتزم بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية، منها طبعا قناة الجزيرة القطرية. ما هي الإجراءات يعني برأيك التي من الممكن أن تتخذها هذه الدول المتضررة للرد أو كشف حقيقة مثل هذه الفضائيات؟ أعتقد اليوم المشاهد العربي لم يصبح غبيا، فأصبح يميز ما بين الحقيقة والكذب والافتراء. نحن نحتاج إلى تصعيد أكبر من المحيط العربي. اليوم نشاهد مصر لديها عضوية في مجلس الأمن، هناك عضوية لدول مجلس التعاون والدول المقاطعة في المنظمات الدولية. أعتقد الآن الواجب من دولنا والدول المتضررة من هذا الإعلام الفاشل رفع هذه الدعاوي لدى المنظمات الدولية وتوضيح هذه الإثباتات التي هي بين أيدي الجميع بما تعمله قطر وتحديدا قناة الجزيرة. أعتقد كما أشار وزير الإعلام البحريني معالي الوزير محمد علي الرميحي عفوا، أن قناة الجزيرة تهتم جدا بإثارة الفتن، ومنهجيتها واضحة جدا
للإشاعات والأكاذيب والتطاول، وخاصة للسعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين. نحن نحتاج إلى التزام واضح وأخلاقيات واضحة في العمل المهني الإعلامي. أعتقد مطالب الدول المقاطعة سوف لا يتنازل عنها ولا مطلب، ومن ضمن المطالب كان واضحا إغلاق منبر قناة الجزيرة. وإن فعلت قطر وراوغت كسياستها السابقة في عام 2014 و15 باتفاقيات الرياض، وتم فتح قنوات أخرى عبر منابر أخرى في دول أخرى مثل بريطانيا، أعتقد ستتم مراقبة دولية ومحلية وعربية لسياسة ونهج قطر الإعلامي الفاشل في ترويج هذه الشائعات وترويج الخطاب الإرهابي. من دبي الإعلامي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.